أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هناك كتاب اسمه رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم لمؤلفه خالد محمد خالد، فهل ينصح بقراءته وإقرائه على الطلاب؟ والله ما قرأته ولا أدري عنه. وهذا الرجل كان في الأول ما هو بطيب، كان منحرفا، لكن في آخر حياته كأنها تحسن، الله أعلم. ولا كان هو في الأول يقول أنه من تلاميذ القصيمي، من تلاميذ عبد الله القصيمي، ولكن في آخر حياته أظهر أنه إن شاء الله أنه تحسن حاله، الله أعلم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.